علاقة حب غريبة من نوعها، عمرها عشرات السنين، نشأت بين واحد من أغنى أغنياء العالم وصاحب شركة أمازون وبين الكتب. بس لحظة شوي، كيف نشأت شركة أمازون؟ خلونا نشوف. جيف بيسوس قرر يبيع الكتب على الإنترنت بأواخر القرن الماضي، وأسس شركة سماها أمازون، بدأها بكراج بيته. كبرت وتوسعت الشركة لحد ما صارت أضخم شركة تجارة تجزئة بالعالم كله. واو، طب شو اللي خلاه ينجح هذا النجاح ويتوسع بشركته لحد ما صار بالعالم كله؟ الجواب ببساطة إنه كان يقرأ. واحد من كتبه المفضلة هو بقايا اليوم للكاتب الياباني كازوو أوشيغورو، وقال عنه: في حال قرأت بقايا اليوم الذي يعد من الكتب المفضلة لدي، فإنك لن تستطيع نسيانه. لقد عشت حياة بديلة لمدة 10 ساعات وتعلمت دروسا جديدة عن الحياة والندم. وهذا كان مفترق كتب غير حياة جيف بيزوس.